مشاهدينا أهلا بكم. في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الفترة الأخيرة، تقوم الحكومة بالتخفيف عن المواطنين بتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة وطرحها في منافذ ومعارض أهلا رمضان. وفي هذه التغطية هنستعرض لحضراتكم أسعار السلع في المعارض التي تشهد انخفاضا يصل إلى 50%، فضلا عن سعر الدواجن بها الذي سيكون مفاجأة. تعمل الحكومة على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم من خلال منافذ ومعارض أهلا رمضان. ومساء أمس افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المعرض الرئيسي أهلا رمضان بالقاهرة بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية. وتقوم وزارة التموين بإمداد منافذ وفروع معارض أهلا رمضان بالسلع الغذائية بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين، وتشهد المعارض إقبالا وتوافدا كبيرا من قبل المواطنين لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 50%. كما حرصت وزارة التموين على تخصيص أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض أهلا رمضان. وأكدت أنه يوجد مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية يكفي احتياجات المواطنين في المتوسط من 4.5 أشهر إلى 6 أشهر. ووجه رئيس الوزراء رسالة للمواطنين قائلاً أن السلع متوفرة والسوق والاحتياطات ستكفينا للشهور القادمة، فلا نريد أن يكون هناك تكالب على الشراء لأنهم لن يتركوا أي سلع تنفذ، فكل السلع متوفرة. وأكد أن معرض أهلا رمضان الرئيسي يتضمن 126 جناحاً لكل شركة وبه جميع السلع، كما أنه أيضاً طمأن على توفر السلع بأسعار مخفضة تصل النسبة 50% لبعض السلع. كما أكد أيضا أن السلع متوفرة والخدمة موجودة لمدة شهر رمضان بالكامل وعلى مدار 24 ساعة. وأوضح عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين لصدى البلد أن جودة السلع في معرض أهلا رمضان عالية وبأسعار مخفضة، وأن مواعيد المعرض بمدينة نصر ستبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 9 مساء. وأن أبرز ما يحتوي عليه هذا المعرض الزيوت واللحوم والدواجن والأرز وجميع السلع الاستهلاكية. وكشف عن سعر الأرز داخل معرض أهلا رمضان وهو 14 جنيها للكيلو، وسعر كيلو السكر 14 جنيها أيضا، وسعر كيلو اللحم 165 جنيها، وأن سعر الدواجن 65 جنيها، وسعر الطبق البيض 85 جنيها. والآن هنستعرض لحضراتكم أسعار الدواجن اليوم في الأسواق. سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء سعرا يبدأ من 71 إلى 73 جنيها في المزرعة و74 جنيها، وقد يصل إلى 78 جنيها للكيلو للمستهلك في بعض المناطق. وسجلت الدجاج البلدي 120 إلى 125 جنيها للكيلو، والدواجن أساس 110 إلى 115 جنيها للكيلو. أما سعر البانيه فيبدأ من 155 جنيها في بعض المحال بعدما وصل إلى 210 جنيهات في وقت سابق، فيما قد يصل بسعر الكيلو في بعض المحلات إلى 170 جنيها نتيجة اختلاف المنطقة وهامش الربح الذي يعود لكل تاجر. وبالنسبة لأسعار كرتونة البيض اليوم، فسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 98.99 جنيها في المزرعة و104 و108 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة. ووصلت سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 95 جنيها في المزرعة وبين 98 و100 جنيه بحسب المنطقة للمستهلك، بينما تبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 105 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين ب 110 إلى 115 جنيها. مشاهدينا انتهت تغطيتنا، بشكر حضرتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.